كنتواجدوا الان من امام ملعب الارسال واحد بالعاصمه القطريه الدوحه بعد لحظات قليله من اجراء المنتخب الوطني الرديف الحصه دياله ما قبل الاخيره استعدادا لمواجهه فلسطين لحساب الجوله الاولى من دور المجموعات لكاس العرب في قطر 2021 للحديث اكثر حول هذه الحصه ومستجدات المسابقه ككل معنا اليوم الزميل الاعلامي جعفر محمد اهلا سي اهلا سي موصف لي شرف معك في هذه الحصه أه إذن اذا سي جعفر كيف شابعت اليوم حصه المنتخب الوطني اللي كتكون هي قبل الاخيره استعداد المواجهه الاولى من فلسطين هو اليوم الحصه الجميل فيها ان كان مكتمل الصفوف عوده ازارو اللي ترين نورمالمون بلعب لعب البارون البارح كان كيجري كي كي معنويات مرتفعه اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي اللي ملقاه على العاتق ديالهم وكنظن حتى عموته بالروح اللي كنشوفوا انه كيشارك تدريب مع لاعبين بالكره وكيفاش كيضرب دونك كنتمنى ان لقوا آه لقاو المباراه الاولى اللي غتكون مفتاح هي المفتاح الاول للتاهيل ان شاء الله. كيف ما كنعرفو انا مثل هذه المسابقات يعني ما كيكونش خصم سهل وخصم قوي، يعني كيفاش كتشوف المنتخب الفلسطيني كخصم النخبه الوطنيه؟ يعني هو كيف تعرف كره القدم ما فيها منتخب صغير ومنتخب كبير، آه فرقة الملعب تما فين كتكون التقييم الحقيقي ديال المنتخبات. كيف آه قالوا اللعابه البارح واليوم انهم آه عارفين المسؤوليه وما يستهانوش بالخصم. لان كره القدم لا آه ما فيهاش استهانه دونك غادي مباراه بجديه وهو ماشي خصم اللي غنكبروا به مي غادي بجديه لاننا محتاجين النقاط الاولى باش تعطينا روح معنويه آه للطاقم كامل مش يكمل مش يكمل يعني كيف ما كنعرفوا التركيبه البشريه ديال الناخب الوطني حسين عموته كتعرف تواجد بعض الاسماء الممارسه والمحترفه في دورية الخليجيه مثل الرحيمي وغيره يعني كيفاش كتشوف ان هذه الممارسه ديال اللاعبين في مناخ يعني مشابه لقطر واش غيكون اضافه للنخبه الوطنيه هذا هد هو الجميل هذا هو اللي غيكون نقطه ايجابيه لان عموته دار واحد المجيز مجيز ديال اللاعبين اللي مخضرمين وفيهم لاعبين المنتخب الرديف واصلا كيلعبوا في, في المنتخب الاول ريكون ريكون حافز اللعابه الاخرين باش يحاولوا يشوفوا المنتخب الاول من بعد من بعد هذه البطوله وكيف كنقول لك هما تكون اضافه نوعيه لانهم ولفوا الاجواء اللي كاينه هنايا في المناخ وفي اجراء مباريات في هذا المناخ اللي كاين في قطر كيفاش يعني من خلال التواجد ديالك يومين اظن في قطر يعني كيفاش شفتي يعني التنظيم ديال الدوله كذلك وكيفاش غاتشوف ان المسابقه يعني واش الدوله جاهزه وانها قادره تكون ان المونديال في السنه القادمه يكون ناجح ان شاء الله. انا وجهه نظرة ديالي وحضرت بزاف ديال التظاهرات التنظيم أه رائع جدا لان انا لاول مره كنشوف دوله انا فخور ان دوله أه عربيه كتنظم بالطريقة الفيفا بحال لاكوب دي موند بروفاس غير لاكوب دي موند. آه، وقيلا احنا كاملين كيفاش خدينا لاكريتيشن كيفاش الفاكسان كيفاش الديبلاسمون كيفاش مسهلين مع الاعلاميين يعني طريقه رائعه جدا كنتمنى احنا في المغرب نوصلوا لهذا المستوى وبالفعل ان قطر انا نقولها قطر جاهزه بالبنيه التحتيه ديالها بالعاملين ديالها بالاتحاد ب... كامل اللي منسق مع الفيفا بان البطوله غدوز رائعه رائعه جدا وبروفا تكون م... مزيانه كتمنى توقعك نتيجه المقابله. وتوقعي يعني ما نكونش بزاف اوتيميت، مي الفوز ان شاء الله غادي يكون نبغي غير جوج ثلاثه، تكون غير بدايه، الاهم الفوز ثلاث الاولين. شكرا لك جعفر إذن اذا مشاهدينا كنتمنى كل التوفيق لكتيبة الإطار الوطني الحسين عم في رحلتهم العربيه كانت معكم بعثه البطوله منصف عدي حمزه مصباح ملعب الارسال في العاصمه القطريه الدوحه. تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك اخر المستجدات